أعزائي صباحكم سعيد. موضوع كتير مهم كان مثل ما قلنا موضوع التطوع عند الشباب وعند الفتيات. يعني دائما بنقول انه هاي واحده من الطريقه اللي هو ان احنا نبني شخصيات قياديه، انه احنا نقدر نعود ابنائنا على العطاء مش بس الاخذ. كثير تفاصيل بموضوع التطوع مهمه لاولادنا، مهمه لشبابنا، مهم انه نشوفهم بمراكز قياديه ونشوفهم قادرين انهم يعطوا الغير مثل ما بياخذوا من اللي حولهم. مؤسسه انجاز واحده من المؤسسات المهمه اللي بتهتم بموضوع التطوع واللي بتقدم الكثير من المبادرات المفيده للمجتمع المحلي. طبعا في عندهم حمله سنويه هي حمله وطنيه للتطوع ولاستقطاب متطوعين جدد للمؤسسة. هاي الحملة بدأت امبارح وبتستمر 4 أيام. للحديث عن هاي الحملة وأهميتها وكيف استقطاب المتطوعين، معنا اليوم بهالصباح منسقة برنامج التطوع السيدة راما عجيلات. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. ومعنا واحد من المتطوعين صهيب هيكل. أهلا وسهلا فيك صهيب. أهلا فيكي. أهلا. يعني نبدأ بالحملة، هي حملة وطنية لمؤسسة إنجاز للتطوع، تستقطبوا من خلالها شباب وصبايا للتطوع معكم في مبادراتكم وفي برامجكم خلال العام القادم إن شاء الله. تحكي لنا عن هاي الحملة. أوكي، أول شيء شكرا دائما على هالاستضافة الحلوة، ودائما التلفزيون الأردني بغمرنا بهالاستضافات وهب الدعم والمساندة. مؤسسة إنجاز بشكل سنوي بتطلق حملة سنوية تحت اسم تطوع مع إنجاز لاستقطاب متطوعين ذو كفاءة وذو خبرة قادرين على تنفيذ برامج المؤسسة الموجودة بكل مدارس المملكة وبجامعاتها. هاي الحملة حملة سنوية، وزي ما حكينا الاستقطاب متطوعين من موظفين القطاع الخاص أو حتى من أفراد بالمجتمع المحلي حتى يقدروا يفيدوا من خبراتهم ومهاراتهم الشخصية وخبراتهم العملية طلاب المدارس والجامعات. الحملة أطلقت امبارح تحت مسمى بهمة النشامة نرتقي. هاي السنة الحملة غير بالتطبيق وحتى بالمحتوى، عم نحاول ننشر ثقافة التطوع وندخلها بأنها جزء من عملية الانتماء للوطن. يعني أنت لما تكون معطاء لوطنك هذا دليل واضح ودليل أساسي على انتمائك لوطنك، فالتطوع هو جزء لا يتجزأ من الانتماء وجزء لا يتجزأ من عملية النهوض بالمجتمع، ويعني أموره كثيرة وصوره كثيرة. إنجاز في عندها عدة برامج بالمدارس. إنجاز تشتغل تحت 4 محاور رئيسية، منها الريادة، التوظيف، الثقافة الحياتية والثقافة المالية. هدول البرامج، هدول الأمور، المحاور الأربعة فيهم برامج، عدة برامج موجودين بالمدارس وبالجامعات. فإحنا محتاجين لمتطوعين ذو خبرة وكفاءة عالية حتى يقدروا ينفذوا هدول البرامج ويعطوا من خبرتهم ومهاراتهم لطلاب المدارس والجامعات. الحملة بتستمر 4 أيام زي ما حضرتك تفضلتي، ورح تكون تركيزها إعلامي حتى نقدر ننشر هالهدف من الحملة. وبلشنا فيكم وإحنا فخورين إنه موجودين معكم اليوم حتى أول مكان نطلق فيه الحملة إعلاميا على التلفزيون. يعني إحنا بنتشرف ست راما بوجودكم دائما معنا. شكرا. مؤسسة إنجاز فعلا واحدة من المؤسسات مثل ما قلت مهمة في المملكة، ولما بنحكي عن التطوع إحنا بنحكي عن ريادة، بنحكي عن قيادة، شخصيات قيادية لأبنائنا، كيف يكونوا قادرين حتى شخصيتهم بتختلف لما بيكونوا هم متطوعين. هلا رح نسمع يمكن من صهيب هذا الموضوع، حتى بنطلع على طلاب المدارس وطلاب الجامعات لما بيعملوا أعمال تطوعية، وهذا جزء أحيانا من بعض البرامج حتى التربوية والتعليمية، إنه يكون في برامج تطوع وساعات تطوع للشباب والصبايا، لأنه بتحسي إنه بيختلف طريقة حتى نظرتهم للحياة بتختلف. فشيء كتير جميل، إن شاء الله متمنى لكم كل التوفيق بهاي الحملة. شكرا. رح تعرف من صهيب على تطوعك مع مؤسسة إنجاز، تحكي لنا عن تجربتك معهم. بلشت تجربتي قبل 7 سنوات مع مؤسسة إنجاز. خليني أحكي لك شوي على هاي التجربة. لما ببلش الواحد بده يتطوع مع إنجاز ببلش أول إشي خايف، يعني بده يفوت بتجربة جديدة مش عارف لسه، خلينا نحكي التفاصيل تبعتها، خصوصا بتعرفي كمان إنه لما الواحد بده يوقف قدام الناس ويحكي الموضوع بيسبب له شوية خوف أو فوبيا. هذا الإشي يعني بتصنف الفوبيا رقم 1 بالعالم، إنك توقف قدام الناس وتحكي، فالناس بتصير بتخاف إنه هل معقول بدي أوقف قدام طلاب وأحكي وأشرح وأقدم مادة، هذا الموضوع بيكون صعب شوي عليهم. بعد أول حصة أو حصتين مع إنجاز
بتكتشفي انه انت بلشت عندك البرزنتيشن سكيلز او مهارات الالقاء تتطور بشكل كثير كبير. بتحسي انه كان في عندك شغلات جواتك انت صرتي قادره انك تعمليها كنت بتخافي منها بالاول، بتحسي انه هذا الحاجز الجليد اللي عندك اختفى، بتنمي لك شخصيتك، بتنمي عندك كمان حب العطاء، حب خلينا نحكي الايثار. لما انت كل واحد فينا بيكون عنده نهار مثلا مكتمل ويا دوب يلحق يخلص الشغلات اللي عليه، لما انت بتخصصي وقت من يومك او من الاسبوع عندك لحتى تروحي وتعطي هالطلاب بالمدارس هاي الساعه من وقتك، انت هون بتشيلي عنصر خلينا نحكي الانانيه وبصير صحيح. عندك حب الايثار وحب العطاء، هذا الشيء بيتنمى جواتك، وكمان هذا الشيء بينعكس عليك انت كسلوك كشخص بالمجتمع. كمان بدنا نحكي خلينا نحكي كيف انه انت بتتطور العلاقه بينك وبين المجتمع اللي انت عايشه فيه، بتحسي انه انت صرتي منتميه اكثر، صرتي والله جزء من المكان، جزء من المكان بالضبط، خصوصا انه احنا كمان بنبني علاقه بيننا وبين الطلاب. هذا الاشي بخليك تحسي انه انت فعلا عم تفيدي المجتمع اللي انت موجوده فيه، بتصير المنفعه متبادل، مش بس والله انه احنا بناخذ من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لا كمان احنا بنقدم للمجتمع من خبراتنا ومن معارفنا. يعني ذكرت موضوع كمان كثير مهم، برزنتيشن، لما انت بتعرف انت تسوق ذاتك وتقدم ذاتك، هذه واحدة من أهم المهارات اللي بتبقى مطلوبة حتى بالتوظيف. يعني مزبوط. كل الناس هلأ صارت شهادات كتيرة، لكن مين مؤهل، مين عنده القدرة على القيادة، مين عنده القدرة على أنه يقدم نفسه بشكل صحيح، هي هاي أساساً باتت واحدة من أهم المهارات اللي لازم تكون موجودة بالموظف. صحيح 100%. وأنا كمان تأكيدك لكلامك، أنا كنت يعني لهلأ لسه بتذكر أول مرة طوعت فيها مع إنجاز، وكان هذا الاشي عندي من الاول، كنت لما اوقف قدام الناس واحكي تلاقيني عم برجف، يعني كنت كتير اخاف، وهذا الشعور كان معي برضو باول حصه بانجاز. لما رحت لعندهم بتذكر حالي كنت واقف قدامهم من جوا كنت عم برجف ويا دوب قادر اني احكي كلمتين على بعض. هلا لما بروح على انجاز او بوقف باي مكان وبحكي بتلاقي انه عندي خلص يعني هذا الخوف، كسرت الحاجز. بالضبط كسرت الحاجز وقويت هاي المهاره بشكل كتير كبير عندي. فاي واحد برضه بيعاني من هاي المشكله يعني انا بنصحه بانه يتطوع مع انجاز، لانه فعلا هاي التجربه رح تخليه يتقدم كتير بهاي المجال. ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق. ست راما تحكي لنا عن طريقه التسجيل بمؤسسه انجاز للمتطوعين، كيف ممكن وإيش البرامج الأكثر اللي ممكن هم يشاركوا فيها؟ طريقة التسجيل كتير سهلة وبسيطة، يا بيشرفونا بزيارة على مكاتب المؤسسة على الدوار الرابع وبنتعرف عليهم شخصيا وبيقدموا طلب التطوع ومتبلش العملية من هناك، أو بيقدروا يفوتوا على الويب سايت injazvolunteer.org ويقدموا طلب تطوع ديجيتال يعني، وإحنا بنرجع بنتواصل معاهم بعد ما نشوف الطلب ويعني نقيس قد إيه إمكانية أو مؤهلات الشخص المقدم الطلب. في شروط للتطوع معنا بإنجاز، وشروط أيضا بسيطة كمان، إنه المتطوع يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس وعنده خبرة عملية لا تقل عن 7 أشهر إذا كان حاصل على شهادة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم وخبرة لا تقل عن 2 سنين لحاصلين شهادة الدبلوم. وهي رسالة حتى لربات المنازل اللي عندهم ساعة فراغ الصبح بيقدروا كمان، واللي الشروط بتسمح إنهم يتطوعوا معنا، إنهم كمان يستثمروا بهاي الساعة ويفيدوا غيرهم إذا عندهم هالخبرة العملية وهالمؤهلات العلمية اللي بتسمح لهم إنهم يشاركوها مع غيرهم خصوصا من الطلاب. فالتسجيل بسيط وسهل، وبندعو الجميع من خلال شاشتكم انه يبلشوا بهالتجربة. احنا من امبارح لليوم وصلنا 400 طلب تطوع على فكرة، ما شاء الله، وكله من أشخاص لأول مرة بتطوعوا، لأول مرة حابين يجربوا هالتجربة لأنهم حابين يعطوا ويفيدوا المجتمع، وزي ما بيقولوا to give back للمجتمع ويحسوا بنوع من أنواع الانتماء والعطاء. فبدعو الكل من خلال شاشتكم إنهم يجربوا، وهي عبارة عن ساعة أسبوعيا داما، يعني ساعة أسبوعيا لمدة 6 أو 8 أسابيع فقط لا غير، وفعلا بتعطي فرق، بتعطي فرق للمستفيد للطالب وبتعطي فرق شخصيا للمتطوع. كتير مهمة مثل ما قلنا، هي مش يعني انت تطوعك هو جزء من الانتماء، لان هي فعلا هي بتربطك بالمكان، بتربطك بالاشخاص، بتربطك بالاخر بتصير انت حاسس انه هذا المكان لك، يعني مش زي قبل. يعني هاي يمكن واحدة من النقاط اللي ذكرها صهيب واللي انا فعلا بسمعها من ناس تطوعوا عندهم كان تجربة في مجال التطوع في الاعمال، وايضا خصوصا لما بتبقى في المناطق النائية، يعني
أنا بقول كتير مهمة لأبنائنا إنهم يوصلوا لهناك وإنهم يشوفوا وإنهم يتفاعلوا، لأنه بالآخر هذا كله مجتمعهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. أنا بحب أذكر داما إذا سمحتي إنه إحنا موجودين، إنجاز موجودة بكل مدارس المملكة، يعني بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم إحنا موجودين بكل المملكة بثلاث محاور، بالثقافة العسكرية والتعليم الخاص ومدارس الأونروا، وأيضا موجودين بجميع تقريبا 27 جامعة حكومية وخاصة ومراكز تدريب مهني، وعم نشتغل مع صندوق الملك عبدالله لتنفيذ برامجنا بالجامعات، فمنتشرين يعني من أقصى الشمال لأقصى الجنوب موجودين برامج إنجاز بالمدارس حتى نقدر نفيد أكبر عدد من الطلاب. لهلأ إنجاز قدرت تعطي 350 ألف ساعة تطوعية من 16 سنة لهلأ، وعم نحكي عن 1.5 مليون مستفيد من طلابنا وطالباتنا، من شبابنا وشاباتنا بالأردن من 16 سنة لحد الآن، فعم نحكي عن أرقام كبيرة. صحيح. أرقام إن شاء الله نتمنى إنها تعود بالنفع وتعود بالإيجابية على المجتمع، ونقدر نعطي من خلالها للمجتمع شباب وطاقات إيجابية تقدر تعمر البلد إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق بهالحملة. صهيب، تحكي لنا عن يعني أول إشي الأسباب اللي دفعتك للتطوع. كانت أول مرة بتأكيد يعني أنت بتتطوع، وإيش بتقول للشباب، إيش بتوجه لهم نصيحة؟ هلأ خليني أحكي لك شغلة دما. أنت كلنا بنعرف قديش في عنا صعوبة حاليا إنه الشباب يلاقوا فرص عمل عن طريق الوظائف. أحد البرامج اللي بتعطيها إنجاز هي برامج تأسيس الشركات. من خلال خبرتنا إحنا وخلال البرامج اللي بيعطوها إنجاز، برنامج مثلا تأسيس الشركات، خليني أعطيك مثال، طلاب صف عاشر بياخدوا برنامج تأسيس الشركات. برنامج تأسيس الشركات بيورجيهم كيف هم ممكن أنهم يعملوا شركة بمبالغ كتير بسيطة. كتير من الطلاب بيتعلموا أو بيعرفوا أو بيسمعوا أنه حتى أنت تعمل شركة لازم يكون في معك مئات الألفات أو ملايين. إحنا بمبالغ كتير بسيطة ومبالغ جد رمزية ممكن هم يجمعوها منهم لبعضهم يعملوا شغلات كتير خفيفة وسهلة. في مثلا مدرسة ضاحية الرشيد عملوا إعادة تدوير للإطارات اللي هي بتعمل تلوث بالبيئة وما حدا بيستفيد منها، قدروا يعملوا منها كراسي وقدروا يعملوا منها أوير الزريعة بحيث أنه تنباع وتجيب لهم عائد مالي. عملوا شركة وعملوا إدارة ونجحوا بهذا المشروع. إحنا هون منخلي الشباب تعرف، والشباب خلينا نحكي اللي بالمدارس، أنه فرصهم بالعمل مش بس بالوظيفة، ممكن أنهم هم يعملوا شركات وممكن هم يأسسوا شركات. صحيح. إحنا هون عم نخلق فرص عمل بكرة بالمستقبل، بدل ما يطلع يدرس بالجامعة ويقعد يدور على وظيفة ويستنى فرصته، لا، أنا بقول له أنت بتقدر تعمل شركة، أنت بتقدر أنك أنت تأسس شركة، أنت بتقدر أنك أنت توظف ناس عندك لحتى أنت يكون عندك مشروعك الخاص. صحيح. يعني استضفنا مرة مجموعة طلاب كانوا عاملين مشروع كتير حلو سياحي، كان لمؤسسة إنجاز. كانوا بيعملوا الحلويات بيغلفوها بأسماء المناطق السياحية وأماكنها، فكان كتير جميل. يعني هو يعني في أفكار رائدة ممكن تطلع من خلال البرامج اللي بتعلموا فيها وبيقدموا فيها مشاريعهم. يعني أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا إن شاء جزيلا. الله سترة معجلات منسقة برنامج التطوع في مؤسسة إنجاز، وشكرا لك صهيب هيكل أحد المتطوعين في مؤسسة إنجاز. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. رح ننتقل وإياكم أعزائي لتقرير عن جمعية جنة الأردن، وهو من إعداد وإخراج زميلنا عمر القضاء. طبعا يعني مثل ما قلنا دائما الفريق الميداني في برنامج يوم جديد هو فريق كتير نشيط وبيزودنا بالتقارير أول بأول. خلينا نتابع مع بعض هالتقرير.